السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. عندي واحد السؤال، الله يجازيك بخير. مرحبا. ونسول على زكاة الفطر، بغيت نعرف شحال يخرجوا على زكاة الفطر. أييه. مرحبا. صافي بغيت قدي مع الوالد ومرات الوالد وخوتي. هذا واجب سيدي 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 عادي. مرحبا بظهر الغيب إن شاء الله. الله يجازيك بخير. مرحبا سيدي عادي. مرحبا سيدي الكريم. إذا سيدي عادل لما نقلعش تلغنا كيسونا على زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر قال يعني شحال المبلغ اللي نخرج عليها. أولا اختلف الفقهاء في مسألة يعني إخراج زكاة الفطر نقدا، الزكوات الأخرى تخرج نقدا لا إشكال في ذلك، ولكن زكاة الفطر هذه اختلف الفقهاء، ولعل جمهور الفقهاء قالوا بأنها لا تخرج نقدا وإنما تخرج من طعام أهل البلد مدا، يعني من طعام أهل البلد ومن قوت أهل البلد. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها يعني تخرج نقدا، قالوا يمكن أن تخرج نقدا، واستدلوا على ذلك بأدلة عامة، يعني الأدلة أدلة عقلية حقيقة. وأنا أقول بأنه يمكن أن تخرج نقدا في هذا الزمان. لماذا؟ لأنه إلى تصور نحن يعني في صباح العيد غادي نعطيو لواحد السيد واحد يعني واحد البركه مثلا، واحد 5 كيلو ولا 6 كيلو على حساب شحال جات ديال الزكاه في الدار، نعطيوه يعني هاد القمح مثلا حب عطيناه ليه في الصباح ديال العيد. كيفاش هاد الفقير غادي يعني يوكل وليداتو من هذاك القمح هذاك النهار؟ ما يمكنش. اللي كنلقاو الان يعني حتى لو يمشي يطحنوا باش يردوا دقيق ومن بعد يطيبوا، ما يعني كلشي سد اصلا، ما غاديش يلقى شي مطحنه خدامه في هذاك الوقت. فلما نعطيو حنا مثلا هذاك القمح، شنو كنلاحظوا تيوقع؟ هذوك المساكين تجمعوا هذاك القمح وتيخليوه حتى كيتحل السوق وتيمشيو وتيبيعوا هذاك القمح، يعني تورق، يعني بغاو ماهي الفلوس، وتيبيعوه باقل من الثمن ديالو. هذاك يعني ماذا؟ هذاك يعني بانه لم يستغنوا يعني عن السؤال بذلك أو بتلك الزكاة في ذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن الحاجة في ذلك اليوم اللي هو يوم العيد. فمقاصد الشريعة راعت هذه الأمور، بما ربما في واحد الوقت من يعني قديما واحد 100 سنة اللور أو 70 سنة كان ممكن تعطي للمسكين القمح حب ويمشي يطحنه ويتقوت به هذاك النهار هو والأبناء ديالو، ولكن الآن الأمر هذا شبه متعذر ما كاينش. فلذلك علاش حنا غادي نقولوا للناس بقاو كتعطيو القمح؟ يعني لا عطينا القمح راه ما غاديش يستافد منه، ما غاديش يطيب منه الفطور ولا الغداء ولا حتى شي حاجه، غادي يهزو غادي يحطو حتى دوز واحد 3 ايام ولا 4 ايام عادي يمشي يطحنو مثلا الا بغيت تطحن، او يديه يعني هذا، او يديه يمشي يبيعو في السوق، والغالب انهم تبيعو في السوق. ولكن لما كنعطيو حنا المال مثلا، حنا مثلا 5 الناس مثلا 12 درهم، جاتنا مثلا تقريبا واحد 70 درهم او 80 درهم، عطيناها لهذاك المسكين، هذاك المسكين قبض 70 درهم او 80 درهم ليله العيد او صباح العيد، غادي يمشي غادي يوجد منها الفطور، غادي يمشي يوجد منها يعني الغداء، يدير غدا مزيان، يوجد منها ان شاء الله تعالى يعني مسمنات وكويستاتي. وها هو غنى يعني طبق فيه الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم نهار العيد. علاش حنا غادي نبقاو نقولوا بانه لا؟ يعني من باب الاستحسان تنقولوا بانه يعني المصلحه هنا يعني قدمت وروعيت، وفي هذه الحالة نقول نعم يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا. المقدار الفقهاء يعني ذكروا بين 10 دراهم 13 درهم فما فوق، حنا مثلا نقولوا مثلا هذا الثمن هو ثمن أقل تقريبي، 10 دراهم 11 درهم 13 درهم مزيان، ويعني والله يضاعف لمن يشاء. إذا بغى الإنسان يخرج 50 درهم على الفرد الواحد ما فيها حتى شي، بس والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.